وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة وكيل كلية الأعلام والمتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع. مساء الخير دكتور أحمد، وللأسف الدوحة اليوم تسير على خطى إيران، برأيكم ما الذي يجعل الدوحة تعتقد أنها من الممكن أن تنجح فيما فشلت به إيران وليس منذ فترة طويلة؟ معروف ان النزاع من ايران محاوله منذ سنوات طويله، يمكن حتى ربما من بعد الثوره الخمينيه، ان تحدث هذا الخلل او ان تحدث ما تريده في عمليه الحرمين الشريفين وفي مواسم الحج بالذات. نعم. وطبعا فشلت فشلا ذريعا امام وقوف الدول الاسلاميه وصفا واحدا تجاه هذا الامر. وترابط قوه المملكه العربيه السعوديه وارادتها القويه في ان تنجح مواسم الحج المتتاليه وتقديمهم للخدمات الرائعه والتي يراها كل الناس ويعرفها كل المسلمين انها على مستوى عالي جدا من الرقي والتقدم في خدمه الحجاج والحجيج. نعم. اما ان تعتقد الدوحه وان تدخل في هذا المضمار، هذا شيء يدل ويشير الى ان هناك فعلا رغبه في احداث الفتنه وتنزيق صف المسلمين. هذه حقيقه، انهم يريدون فعلا تنزيق صفوف المسلمين، وفي نحن في اشد الحاجه الى لم الصفوف والى الوحده والترابط، وهذا امر يدعو فعلا الى تساؤلات كثيره، لان هذا امر فعلا يدعو الى الفتنه وتنزيق صف المسلمين، لان تدويل الحرمين كما يقولون هذا شيء خطير، شيء فعلا له ابعاده السياسيه التي لا تتفق مع صحيح الدين على الاطلاق. نعم دكتور احمد، كان هناك محاوله قطريه جاءت على لسان